بس خليني فهمك شغلة، انتي ما رح تقدري انك تنزعي سمعة ريشي، وما رح تقدري تعملي اللي بدك يا انك تسيئي لسمعته، اكيد رح تفشل خطتك، وما رح تستفيدي من تصرفك، لانه ريشي زوجي اكبر من هيك بكتير، واللي بيحاول يأذي الناس البريئة هنن رح ينأذوا، واكيد رح يدمروا حالهم اخر شي. انتي لازم تفكري وتعرفي منيح شو الغلط اللي عملتيه، مشان يصير عندك الجرأة وتقدري تحكي الحقيقة. استني. انتي حدا منيح كتير. هو مانو كذاب، هو صادق. أنا آسفة، أنا غلطت بحقه، بس كنت معصبة كتير وما كنت عم أعرف فكر صح. أنا ما فكرت بريشي ولا حتى بعائلته، ولا فكرت فيكي، أنتو لسه عرسان جداد. إذا بتريدي سامحيني ممكن؟ أنا مستعدة أروح أسحب الشكوى فوراً، بس إذا بتريدي لا تخلي ريشي يرفع علي دعوة أبداً. ماشي. وشغلة تانية، ما رح روح على مخفر الشرطة، وإلا هونيك رح يقبضوا علي. أنا بصدقك وبوثق فيكي، إذا بتريدي جهزي الأوراق مشان أسحب الدعوة. أوراق مو مزيفة وقانونية، يكون مذكور فيها أني اتهمته اتهام باطل وعملت هالقصة لأني كنت متضايقة منه وبس، واشتكيت عليه من بعد رفضه لإلي وقت مقابلة الشغل. أنتي كان معك حق وقت اللي قلتي إنه ريشي بيحترم النسوان كتير، بالنهاية هو تربى بين أمه وأخواته. أنا ما رح أقدر إني سيئ لشخص منيح مثله أبداً. تعرفي شغلة؟ بابا كان يقول دائماً وقت الواحد بيعرف غلطه وبده يصلحه نحن لازم نسامحه. بما أنك عرفتي غلطك خلاص، هذا الشي بيكفي عندي. أنا رح جهز الوراق بأسرع وقت. ماشي شنايا، شكراً إلك. خدني خدني على المكتب بالأول. إيه؟ وبعدين بدي أجي. أول ما شنايا تسحب الدعوة، ريشي ما بقى رح ياكل هم، رح يقدر يحكي مع الصحافة بسهولة، وما بقى رح يعصب، وما رح يوجعه راسه من شي. كل الأمور رح ترجع منيحة مثل قبل. هاي شالو؟ ألو؟ إيه أختي، كيف صهري؟ شو يا بنت؟ يعني صهرك هلأ بهمك أكتر من أختك مو هيك؟ لا لا أختي، مو صحيح هذا الحكي. أنا كنت عم أمزح معك شالو. أنتي عجبتيني هلأ لأنك خايفة عليه أكتر مني، وعم تحكي لتطمني عنه. كمان ريشي رح يكون منيح. أختي اسمعيني، لا تصدقي كلام العالم. أنتي بتعرفي من هو ريشي؟ هدول العالم عم يكذبوا. أنتي بتعرفي ريشي مستحيل يعمل هيك شي بالمرة. وأنتي كمان لا تصدقيهم. شالو، بتعرفي شغلة؟ أنا من شوي شفتها للبنت، البنت شنايا، هي البنت اللي اتهمته لريشي.